كنون احمد هرموش القائد الجهوي للوقايه المدنيه جهه بني ملال الخنيفره. نظمت القياده الجهويه للوقايه المدنيه بجهه بني ملال الخنيفره اليوم فاتح مارس، ابواب مفتوحه لفائده الجمهور، المواطنين، تلاميذ، طلبه، جميع المواطنين بمناسبه اليوم العالمي للوقايه المدنيه الذي اختارت له المنظمه الدوليه للحمايه المدنيه هذه السنه شعار دور التكنولوجيا الحديثه في تقييم الاخطار. وبهذه المناسبه تمت دعوه جميع الفعاليات المجتمع المدني، رجال الاعلام والجمهور والمواطنين للحضور الى داخل تكنات الوقايه المدنيه وملاحظات جميع الورشات والندوات والأشرطة التحسيسية بهذه المناسبة. إطار ديال تعميم الإسعافات الأولية والحركات الأساسية للإنقاذ على عموم المواطنين، بمعنى أننا كندخلوا في هذه الورشة ما قبل الوصول الى المستشفى، ما قبل حضور الناس ديال مسار الاسعاف العمومي من الوقايه المدنيه وغير ذلك. كتفش البلومبا، شوف في الاول باش كتلقاها، كتولي ليكسيون، ليكسيون سيركيلاسيون، موبيليزاسيون، كتولي ليكسيون.